أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا مقيم في هذه البلاد المملكة العربية السعودية ولست من أهلها، من هو الحاكم الذي تجب علي طاعته وله في عنقي بيعة؟ أحاكم هذه البلاد أم حاكم بلدي؟ الحاكم هو الذي أنت تحت إمرته، أنت في هذه البلاد يلزمك طاعة ولي أمر هذه البلاد، وإذا ذهبت إلى بلدك فأنت تبع لولي أمر تلك البلاد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.